وراك يضحك معاك ويلا مصطيها. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم حنوناتي غزالاتي كبيداتي، كنحماق عليكم. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا المقلب. هذا المقلب ناري صافي تلمت هذا الفيديو. هذا اليوم غندير مقلب غيديروا سعيد تلفني. المهم صراحه مؤخرا ولات كتجيني واحد النخصه في قلبي. المهم مني سولت الطبيبه ديالي وداكشي قالت لك راها نورمال، كتبقى من الاعراض ديال فيروس كورونا. كما عارفين راه كانت فينا كورونا، فقالت لي راها نورمال انها تبقى فيك هذيك النخصه. صافي يعني قايلها الماما، قايلها العدوستي، قايلها الختي، يعني كاع عائله، يعني الناس المقربين ليا عارفين بانني هاد الايامات كتشدني هذيك النخصه. المهم السي سعيد غادي يشد هذيك النقطه وغادي يعيط لختي، غادي يدير ليها مقلب، غادي يقول ليها. المهم غاداش نحرق المراحل، خصكم تبقاو معايا في الفيديو باش تشوفوا اشنو غادي يدير ليها. الكارثه اللي ما كناش يعني ضاربين ليها الحساب ان ماما كاينه عند اختي، فماما ملي غادي تسمع الاخبار بقات كتبكي. المهم ما غنقول لكم والو، خليكم مع الفيديو. سلام ليلى. سعيد كيداير اختي؟ لاباس بخير الحمد لله. الله يحفظك. كيداير اختي؟ مالك؟ مالي والو. مالك؟ انا مالي والو. مالك؟ ها؟ انت مالك؟ واجري اختي، ديت هاد العشية ديتوها في السبيطار على ديك القلب اللي كانت تتشدها. الو كتسمعيني؟ سعيد وي كتسمعيني؟ الو ليلى كتسمعيني؟ وقلت لك ديت وافا للسبيطار على ديك الازمه اللي كانت تجيها في القلب. شو كتسمعيني؟ ما كتسمعيش يا ليلى. قلت لك ديت وافا ديتها للسبيطار على داك القلب فاش كان برا قلبه، وديتها للسبيطار وشدوها تنعس. شدوها تنعس وشدوها تنعس. وقلت لك وافا شديتها في هاد العشية شوية، ديتها للسبيطار. وقلت لك وافا تسمعيني ولا ما تسمعينيش؟ انا غنعيط لك على جعفر. عندك الميديا جعفر؟ عندك الميديا جعفر؟ ناري كاينة ماما غتخلعها. بصوني على بلاك يا ماطا، بلا فيديو. دابا كنسمع. قلت لك ديتها للسبيطار، ديتها للورجون على حساب داك القلب كان مرة تيشدها وشدوها تنعس. دابا ولا سمعت دابا كلشي وشدوها تنعس. علاش؟ واختي ما عرفت، واقيلا عندها واحد العرق تيتبلوكا ليها، ما عرفت واقيلا ما عرفت داكشي الكوليسترول وداكشي، عندها شي عرق تيتبلوكا ليها مرة. يا صافي دابا جبت تليفون للدار باش يتشارجا لي شويه ونعاود نديها وانا شاد لينا وليتو. يا ويلو ما قالت لي والو. واتي راه حتى شي ساعه اللي ما كاملاش هذا باش ديتها. واتي هذا العام هذا الله يجعل البركه، الله يجيب شي حاجه ديال الخير. وصافي هذا العام اختي راه اش نقول لك، راه كحل هي تبلوكات واحد اللحظه، تبلوكات وصفارت وكل شيء.
قالت لي سعيد ما قادين واش غتمشي عند دابا اش قالوا ليها ورا شدوها غتنعس غتبقى عاد تما كاين شي ايامات خاصهم يبقاو متبعين معاها صونيت على قبيله وما جاوبتنيش هو قال لك ما عرفت من تما كاين واقيلا بحال والو غدا غادي نحاول صونيت على قبيله وما جاوبتنيش بحال والو انا غادي نحاول السويطار ديال تورينو غادي ندير تورينو او ما عرفت تكوني باكا يعني تدخل شي حاجه من و ما عرفت هذا الا ما بقيت فهمتها واه ها يا لينا وليت انا يا شي يا ليتني غنشوف اش غندي مع هاد الوالده ولا نشوف اش كاين واش غنبقى نشدوها غتنعس بزاف ولا شنو غيشدوها ولكن دابا هنا في السبيطار عندنا مع هادشي ديال القلب ولا كشي ما تيقدوش عليه غيسيفطوه لتورينو غيدوها في الامبولانس لتورينو قال لك تما كان غيشوفوا اش غيديروا معاه يفتحوا ليها ولا يشوفوا اش غيديروا معاه واش كتشفي ولا كتضرب واش كيفاش غيفتحوا ليها واش هادشي الواحد يتفلى فيها ليلى شفتي انا ما كنتش ورا جبتو باش يتشارج حيت ما كانش عندها الشارجور ما هزاش الشارجور جبت الشارجور يتفرق يتشارج حيت ما يتفرق انا راه بغيت انزل شويه الدري ومن بعد راه غادي نديهم تاني في الكروس وكلشي غنديهم تاني عندنا نتسنى في انا حاط التليفون يتشارج ها وكان انا ما كنتش كنطول عليها كنطول عليها دابا شويه ما جاوبتنيش وليلى وقتي هادشي راه وقع دابا لا 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 راه الوالد والوالده راه مشاو لعندها ولكن ما يقدروا يدخلوا لا والو انا غندي لعدة تليفون دابا غندي تليفون هذا دابا واخا يا رب سلام Thank you.
كلشي في اليوتيوب، كلشي دابا راه جعفر راك كتسجل في اليوتيوب. صافي صافي، جعفر كتسجل. قولتي كلمة خويا جعفر، قولتي كلمة، قولتي كلمة، قول شي كلمة. كلمة برا راسك، يا بولا، يا بولا. وما نجاوبوش انا غدا والله ما نجاوب. قولي دوز ماما، قولي دوز ماما، دوز دوز خالتي، دوز خالتي نهضر معاها. لينا يا صاحبي، خالتي يا خالتي دور على والله خالتي ما صحبتك كاينه تما فيك، صحبتك كاينه تماك والله ما نقول هذيك الهضره بالله. عبا ليلى وعلى ليلى، حنا بغينا نقولوا، حنا باغيين نشدوا عف ليلى، حنا بغينا نضحكوا مع ليلى ونشدوا في ليلى. صدقتي كاينه تما، ومني سمع ومني دخلنا دخلنا قلنا نكملوا. هاك يا خالتي، هاك قولي شي كلمه، قولي شي كلمه لبنتك. ها هي وقولي، قولي شي كلمه للناس، الناس شتي مسخوطه تمك، كنتي غتخوتلي امك الصقعه والله تمس الناس. نقول لهم راه بنتي بكات ما نقدرش نزيد برجلي. اه اختي سمحي لينا، ما كناش عارفينك كاينه والله ما عارفينك. ماشي هو الشيء الاخر، يلا خير علينا. يلا خالتي يلا، ضحكنا معاك، ضحكنا معاك.